أنا فقط أريد أرجع للأنبار أستاذ حسين معذرة. أنت لما تتكلم عن معامل استراتيجية متوقفة زين، لعد لما تتكلم صندوق الأعمار عن 945 مشروع يقول أنه مول من هذا الصندوق، وأيضا تقول أنت بأنه لم تبنى جسور، زين هاي ال 945 وينها؟ يعني في واقع الحال وبعيدا، انا لا اريد ان اكون طرفا في الصراع الحزبي الواضح للعيان. طبعا هناك نزاع حزبي في ما يخص مشاريع الاعمار وصندوق الاعمار نفسه والمشاريع المتلكه والمعرقله او المشاريع الوهميه، وهذه المساله واضحه للعيان لا تخطئها يعني اي عين. يعني انا دخلت اليوم اثناء البحث عن قضيه المناطق المتضرره، يعني تخيل وجدت موقع صندوق الاعمار متوقف موجود فيه منذ ايام نشاطات مصطفى الهيتي، ووجدت فيها تقريبا 60-70 مشروع. احنا نتكلم قبل عامين، في الحقيقه لم اجد اي مشروع من هذه المواقع. الان بعد تشكيل الصندوق ورئاسه محمد هاشم العاني، الامر يعني اكثر جسامه، اكثر ماساه والام. طبعا اذا يعني كنا نتكلم عن المشاريع الماديه سواء فيما يخص المصانع او المعامل او المشاريع البنيه التحتيه التي ليس لها اثر حقيقي، فهناك مشكله اكبر في هي الموضوع الانساني من جانب التعويض المتضررين، لانه احنا نتكلم عن لدينا 12,000 مختطف كما تشير الارقام والاحصائيات وما صرح به. انا اتصور استاذ حسين هناك واقع انساني مؤلم اكثر من الواقع المادي المريض.